بغا نحكي لك واحد الحكايه اللي واقعيه. انت قلت لينا على ان ساكنك جن او ضربك جن وكيطلب منك شي حوايج اللي غريبه. لا شعرت الجن سميتو فيجيتا كيجي كيبقى يدوي معايا بالليل فهمتيني، وكان كيقول لي شي حوايج غراب فهمتيني. لا واش دابا تعرض لك؟ كيفاش تعرض لك؟ اشرح لنا تعرض لك. واكش خويا بحالي بحال الناس كنمشي كنعس بخير وعلى خير، واحد النهار الناس جاو لي في ودني قيسد جي قال لي انا من الدرجه 25 مسلم الناس. واش من اللغه؟ دو معايا بالعربيه ديال بالعربيه ديال العربيه، وما عرفتش يقدر يكون امريكاني يقدر يكون طالياني فهمتي تيجي امريكان فيه. واخا قول لي شنو الطلبات اللي كيطلب منك مثلا؟ هو ماشي شي طالب، ممكن واحد الطالب كيطلب عيش قايل لي حتى انا كنت كنلعب في المنصوريه اخر فرقه ديك البريمات اللي كنت كنشد ما خسرتش. لاعب كرة القدم، لاعب شي خوي في الوداد، لاعب شي في الراجا، لاعب شي في الراك، كلشي كيعرف اسمها الماجيك. فرق كبار ولا غير فرق كبار؟ الراجل الوداد على ما فرق ماشي كبار. سينيور ولا الفرقه كبيره؟ كنقول لك السينيور يلاه غنطلع. وفي مع جمعيه المنصوريه، مشيت لجمعيه المنصوريه ما لعبش معاهم كاس العرشيد الاخر اللي دازات، ربحنا طنجه. طنجه لعبنا ضد طنجه، طنجه وربحنا طنجه وخسرنا الماتش اللي من وراه مع برشا. خسرت مع بركان؟ لا مع بركان، لا ماشي بركان، برشيد. واخا قول لي دابا هذا فيجيتا قلتي سميتو؟ فيجيتا كان طلب مني كره ديال دراغون بول وجمع شو ملي. كيفاش؟ كره ديال دراغون بول، هو كيقول لي جمع لي كره ديال دراغون بول. جمع شو ملي كاملين، مابقاش وحده، مابقاش وحده في حسيمة. قال لي طلع على الحسيمة جبت لي ديك الكره ديال دراغون بول. قال لي راه خاصهم كلمه السر، قال لي باش نستافد منهم ديك الكرات. كان كيقول لي جيب لي الدلاح. واخطر حاجه اللي وقع فيها في هادشي كامل هي واحد ود دربنا ما عرفتش كيفاش بالغلط ضرب شو مشينا بقى شي 3 ايام وكومه ودارهم دارهم كانوا ديك لاريو بيا وهذاك يدير شي حركه اش ماشي شي اللي. وديك الليله بغيت نعس وجا عندي فيجيتا اش قال لي؟ قال لي داك الدري سيمانه بالحساب راه غيبره ودارهم. مشيت قلت لهم هاد الهضره هادو واخا باش تدخل لهم راسهم دويش معاهم. قالوا لي سيمانه لا ولدنا لا بقى بحال مكرا تحمل مسؤوليتك مشيني. وكلمة السر قال لي راه عند مول المعزة، مول المعزة هذا مول المعزة كيدير شي فيديوهات دابا كيلوحو واقيلا مع الصحافة. قال لي راه هو هذاك، قال لي راه غدوي معاه راه ما غيبغيش فهمتي. قال لي ما بغاش غدير معاه شي كومبا، وانا خويا خايف نضربوه فهمتيني. قال لي شي حاجة، شي رقية درتي شي حاجة؟ واحد الراقي كشبا كان واحد الراقي دوا عليا وكان قال لهم ديك فلوس ديال المخدرات يجيبو مني حشيش. فلوس ديال المخدرات اللي كيجيب الفيجيتا ديال الحشيش قال لك نجيبو مليه هو. فيجيتا ديك النهار بالليل قال لي كيش بغا شي ذاك الفقيه، قال لي واش بغيتي نقجو؟ قال لي واش بغيتي نخنقو؟ لا واش دابا فيجيتا تا هو مبلي بالحشيش؟ هو اللي مبلي بالحشيش، انا ما كنكميش الحشيش. كيفاش كيدير تكيكميش؟ حتى كتشوفو؟ ها؟ كتشوفو انت؟ لا ما كنشوفوش، كيدوي معاه وكيجي كيبدا يوريني شي اشارات، كيف يشرح لي شي اشارات ما عارفهمش انا. لا واش انت كتكمي في بلاصتو ولا هو كيكمي لي؟ لا انا كنكمي في بلاصتو، حيت ما يقدرش هو يكمي واش فهمتش؟ هذا ساكنك؟ وراه يقدر يكون ساكن اخو فهمتش؟ كيوريني شي اشارات. حالة. بونتاغراما بدا لي بونتاغراما هو الاله ديال الموسيقى. قال لي راه سعد المجرد وهادو كاملين حنا اللي طلعناهم. قال لي انا راه قال لي فيجيتا انا راه من الدرجه 25 في السلم الماسوني. قال لي الشرع تعطاها لك نتايا، قال لي الفرصه كنت تعطيها لشي واحد اخر كنت زرب على. انت خطير الشرع خطير اخو. وهاد الراقي هذا راه كان باغي يصفي لي راني اللي دويش معاه. انت وقع لك هادشي؟ هادشي اخويا واحد 7 شهور جيد هذا. باشور اليوم ما قالك والو على الحكومه المغربيه؟ لا هو مشي دويش لي على السياسه ماشي وي. تقدر تسولو على الحكومه؟ نقدر نسولو. بغيت ندوي معاه على هاد الزياده الصراحه، يقدر يحك لي يقدر يفك لنا هاد المشكل راه ماشي بعيد. راه عاد تنقول لك هذا ما غاتشيقنيش حمار حمار. ديز انا من حدا الكوار، انا ولد سباشا ديز من حدا الكوار، بان لي واحد الحمار ويقول لي انا جاتني في فالي سير ضربو فهمتي. واش راك عارف شكون اللي قال لي ضربو في جيتا؟ مشيت وضرب الشوب ديك يتركر ثلاثه الدراري قلت شالهم قلت لهم شحال حطوا دابا؟ قلت لهم عرف شي تليفونات ما غيبش هاد الحمار هذا بكروش المهم ديك يضحكوا مشي يقونيش مشى ربي تسمح لي ضرب الشوب ديك يتركر الدراري هربوا شي 100 متر شي 100 متر هربوا عليه فهمتيني. وكنقول لهم اجي واجي وما بغاوش يجي وجي واجي وصافي. قلت لهم واحد اللقطه نقول لهم راه انا ما جيتوش راه يشبعكم هذاك
الفرق اللي من وراكم ديال بنادم. الميكرو انا خلينا دابا هاد فيجيتا هذا ملي كيكون راكبك اولا لابسك واش كتولي صحيح كتحس بالصحة؟ واحد الانرجي راه ما نعاودش لك اخويا فهمتي، واحد الانرجي راه فوق الطاقة ديالي. دابا المهم الرجل انا راه شاك فيه ولي كان كيعاونني كاع في الماتشات في بريماج في كلشي. كان كيلعب بلاصتي؟ بحال لا كلشي كيلعب في بلاصتي. ولكن هنا راه كاين غش في المباراة. لا ما كاينش الغش في المباراة، انا عندي امكانيات ديالي فهمتيني. دابا إذا جا عندك دابا فيجيتا شنو هو السؤال اللي غطرحه لي؟ شنو غطلب منه هي؟ علاش كيفاش غنطلب منه؟ هذا الوضع اللي كان عايشوه في المغرب وفي سميتو زعما شنو غطلب منه؟ نشد الاسعار. نشد الاسعار؟ راه عندنا بن كيران اخويا، وحناش باغي نتاخر نوج وصافي. فيجيتا دابا هو اللي قالها بغا بن كيران. بغا بن كيران. راه بن كيران اللي مصدق لك هذا فيجيتا لا؟ لا لا لا. بن كيران خارج هذا الشيء، شكون كان بن كيران راه من وصلوا للشيء اخويا، الدراري راك عارف مخدامين ما والو. عزيز عليا بن كيران، حتى كان ذاك السيد غادي مزيان. انت بن كيران شكون؟ على الاقل مزادش علينا 10 وكي ضحكني فكاهي هكا فكاهي وعزيز على فيجيتا هو عزيز على فيجيتا. دابا الدولة باغا واحد كيضحك ولا يخدم؟ الدولة باغا واحد كيخدم؟ باغا رجل اعمال. دابا بن كيران كيضحكك وكيخدمش لك فيجيتا تشكى علينا بزاف. فيجيتا ما كيدويش هو في السياسة. المهم المهم عرفتي من هادشي كامل فيجيتا راه ما بقاش كيجي يطلب منا دوك الطلبات. مرحبا. واخا دابا قلتي بن كيران كيضحكك واخنوش كيبكيك؟ ما كيبكينيش انا راه المهم زاد علينا بزاف فهمتي، راه ليسانس ولا ب 18 درهم ولا 19 درهم فهمتي، واخا ما عنديش انا شي راه ما عندي لا موطور لا بيكالا لا صندالة، باش تكونوا فاهمين، ولكن راه الزيادة راه حشوم. تشوف بنادم اللي يكون لا 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 ماشي السماء ماشي السماء واخا. المهم واخا بالنسبة دابا لهاد الحالة اللي كتجيك انت مثلا الى مثلا غتقول نصيحه للشباب قبل ما هذا واش هاد الحاله ديال الفيجيتال ولا ديال الحشيشات اللي كتضرب؟ لا لا انا ماشي كميش اخويا. ما كتكميش؟ هو كان كيقول لي جيب لي 100 درهم ديال الحشيش حيت كانش عنده مباراه مع فرايزر. هو دابا فرايزر راه ربحوا والكرات دراغون بورا تجمعوا ليه، كنقول لك واحد اخو شاري من حسين، بنادم دابا غيبدا يقول وسواس، غيبدا يقول هذا راه مريض، راه بعقله هما الدراري ولاد الدرب راه حدايا راه يقولوا لك ليك مرحبا، فهمتي انا هما ولاد الدرب راه حدايا راه يقولوا لك كل شيء. هذه سلعه الشام؟ لا لا ماشي سلعه ذاك الشام. هو كيكمل 100 وانت كتقول لي ذاك الشام. 7 شهور باش بدلتي حريفي. 7 شهور باش بدلتي حريفي. فكيفاش الحريف؟ اللي كتقدم لا لا صافي راه هاد الايام اش قال لي مش مشي لي كره دراغون بول وكنتش كتقضي لي 100 وقضيت على فرايزر جمعتي لي كره. قول لينا العقدي ديال الدلاح. الدلاح عزيز عليه هو اخويا، الدلاح كيموش عليه. كيموش عليه. وين كدير لي انت كتجيبو؟ ونسيت ما قلتش لك واحد الحاجه خصني نعاودها لك ضروري. واحد مول الحانوش حدانا جيش عنده باغي ناخذ من عنده السيطره وحليب وشخبزاش. الميكرو عندك باش يتسمع. وانت باش ما نكذب عليك موت لشيت البيضات وشخبزاش وعطر وحليب. ياك السيد جبد لي الروزيطه كامله حطها لي بلا هو. بلا هو هزيتها مشيت شدي شاد الدار تنادم معايا الحال باش نولوا مدبرين على شي مونشي ولا شي حاجه. مشيت رديتها لقيتو كيقلب لقيتو مرون قلت لي مالك؟ خليا ماشي. هي فلوسي ما عرفتش فينا هي فلوسي ما عرفتش فينا هما فلوسي انا فلوسي. يشد فلوسك اخر مره تبقى دير هكا بلا ما يشعر عطاك الفلوس كامل. وفيجيتا قال لي خوذها ومع ذلك فهمتين انا راه ما كيتحكمش فيا هو ما كنعرفش كندير فهمتش. واخا شكرا فيجيتا. عندك اخويا واحد فيجيتا فيجيتا فخر الساينس مول المعزه. مول المعزه انت عندك كلمه السر ديال الكرات اللي جمعت الفيجيتا يتجيبو مليه تعتذر مني ياك تعطيني كلمة السر يا غدير معايا كومبا ياك انت هو وحاش هو واعر نخلي الميكرو حداك باش مرحبا مرحبا باش يسمعك ولد مرحبا مرحبا. دابا دابا الكومبا اللي باغي دير معاه ديالاش؟ كومبا اللي باغي نديرو ديالاش؟ كومبا عادي اللي بغا هو فوكونطا اللي بغا اللي بغا. انت عندك مع فوكونطا؟ لا انا ما عنديش مع فوكونطا ولكن الجن ديالي فيجيتا شو ما قدر ما قدر عليه شو واحد ومن الدرجه 25 yeah. 25 في الماسونيه مش باش يعرف احسن لك انا نقول لك احسن لك بقول مول المعزه راه لي كلمه السر راه فيجيتا راه قال لي راه عندك كلمه السر ديال اش
قلت الكره ديال دراغون بول حيت ما يمكنش دابا فيجيتا علاش هو جا عندي هو جمعتي حتى الكرات كامل هو مالو الغرض ديالو يربح فرايزر ويستافد من الكرات ديال دراغون بول ودابا ديك الكرات دراغون بول جمعناهم بزز وكاين مستر عند من لقيناه عند دمو المعزة فهمتي ودابا فيجيتا قال لي جيب كان قال لي هو راه راسو قاصح على دمو المعزة دابا المعزة كيدير معاك ولا ماشي على المعزة وعطاني كلمة السر قول كلمة وعنده كلمة السر ديال الكرات ديال دراغون بول دابا انت ما عرفتيش كلمة السر حيت هو باش غيستافد منه 100% باش انا غندير فلوس راه حيت دابا شي 3 ايام قال لي نوض تقلب البلاكار تلافيش من 8000 نط القايشة 8000 وقول له يدبرك على 10000 ودابا فهمني دابا بغى كلمة السر دابا هو عطاه يعطيك فهمتي صافي هاك وراه ما فيه حزارة هو مول المعزة ترجل وراه كلمة السر